سركيس تشبرنيان محلل الأسواق العالمية بمجموعة إكويتي جروب. أهلا بك معنا سركيس. يعني رغم هذا التخوف الذي يقلق الأسواق من متحورات كورونا والسلالة الجديدة دلتا، لكن ما زالت بعض الأسواق تتفادى هذا القلق، وشهدنا على مؤشر ناسداك بالأمس وهذه المكاسب للأسهم التكنولوجية وصلنا لقرابة 6% من الارتفاعات على مستوى شهري. كيف يمكن أن نفسر ذلك يعني بالنسبة لأسهم التكنولوجيا؟ هل هي موجة ارتفاعات قد تستمر لفترة أطول؟ بالفعل ارتفع مؤشر ناسداك لكبرى الشركات التكنولوجية الأمريكية بشكل ملموس خلال هذا الشهر، رغم أننا شهدنا بعض التصحيحات الهابطة سابقا، لكن عاد المؤشر ليعوض كل الانخفاض وارتفع من جديد. الآن المتحور لفيروس كورونا لم يؤثر حتى هذه اللحظة على الأقل على التوقعات المستقبلية للاقتصاد الأمريكي، وآخر تقديرات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أشارت لاحتمال أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بواقع 7% خلال هذه السنة، ولكن التخوف حاليا يتوجه نحو ارتفاع مستويات التضخم وكيف سيتعامل البنك الاحتياطي الفيدرالي مع هذا الارتفاع المحتمل للتضخم. لكن من جهة أخرى طمأن الفيدرالي الأسواق المالية بأن ارتفاع التضخم يعتبر أمر مؤقت، وبالفعل أرى ذلك لو نظرنا إلى مؤشر كور بي سي إي الذي يعتمده البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتحديد سياساته النقدية، فرغم ارتفاعه إلى 3.4%، لكن لو نظرنا إلى متوسط 18 شهر سنجده حوالي 1.5 أو 1.6%، وهذا أيضا ما زال ما دون المتوسط الذي يرغب فيه الفيدرالي الأمريكي. من جهة أخرى هنالك الآن نظرة إلى الشركات الأمريكية التكنولوجية نفسها، وتحديدا كبرى شركات التكنولوجيا، أذكر منها مايكروسوفت، أبل، أمازون وكذلك ألفابت. هذه الشركات تشير توقعات نتائج أعمالها للربع الثاني الجاري الذي شرف على انتهاء إلى نتائج قوية مقارنة في نتائج الربع الثاني من عام 2020، وهذه النتائج القوية للشركات جعلت من مؤشرات مثل البي اي او مكرر الربحيه ينخفض مقارنه بما كان عليه شهر فبراير الماضي. ايضا مؤشر البي اي جي يظهر لنا بان الاسعار السوقيه للشركات رغم ارتفاعها لكنها ايضا ما زالت اقل بهذا المقياس من شهر فبراير الماضي. بالتالي الارتفاعات في مؤشر ناسداك اجتذبت المتداولين من خلال شركات التكنولوجيا وكبرى الشركات الأمريكية وسط توقعات أولا نمو اقتصادي قوي، أيضا مع آمال بأن يكون الفيدرالي الأمريكي على صواب بعودة انخفاض التضخم، مما يوحي بأن الفيدرالي قد يرفع الفائدة في وقت لاحق لكن ليس خلال هذه السنة. حتى برامج شراء الأصول الذي يخشى البعض من أن يتم تقليصها، لكن باعتقادي لن يتم تقليص برامج شراء الأصول إلا خلال الربع الرابع هذا إذا ارتفع التضخم. كل هذه الظروف مجتمعة تظهر بأن المتداولين يتوجهون لأسواق الأسهم وتحديدا للشركات التي تظهر توقعاتها إيجابية كبيرة بالنسبة لنتائج الأعمال، وهذا يعني احتمالية استمرار الاتجاه الصاعد الإجمالي لمؤشرات الأسهم ومنها مؤشر ناسداك، مع التنبيه أيضا لانتظارنا هذا الأسبوع وتحديدا يوم الجمعة المقبل لبيانات الوظائف الأمريكية التي قد تتسبب في بعض التذبذب، لكن هذا التذبذب يقع ضمن اتجاه صاعد إجمالي ما لم يحصل تغييرات أو التغييرات قد تكون أما من الفيدرالي أو في حال لا قدر الله حصل عندنا انتشار واسع للسلالة المتحورة، ودون ذلك فالاتجاهات الصاعدة ممكن تستمر. نعم، بالمقابل أسعار النفط ممكن أن يواجه أيضا مزيد من الضغط؟ الآن لامست أسعار النفط خلال تداولات يوم أمس أعلى مستوياتها منذ عام 2018 قبل أن تدخل في بعض التصحيحات الهابطة. هذه التصحيحات الهابطة بالفعل حصلت مع مخاوف من المتداولين أسعار النفط على المدى المتوسط والطويل قائمة ما لم نشهد متغيرات جديدة لا قدر الله من انتشار فيروس كورونا أو السلالة المتحورة منه. نشكرك سركيس تشبريان محلل الأسواق العالمية في إكويتي جروب، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.